نرى في ملعب الفريق عبد القادر مارافان بحضور الشيخ رضوان بن خلقاء خوكم اللي توحشته بزاف والمحبوب الشيخ بوحة وكذلك فوسي طيب اعضاء جمعيه راديوس. اليوم كذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف قطاع جمعيه راديوس باش تتذكر بعض الرياضيين، وهي مناسبه تكريميه وتضامنيه لخوتنا اللي شرفوا مدينه وهران هذه السنه واللي كان عندهم يعني باع طويل في كره القدم الوهرانيه وكذلك سجلوا اسمهم باحرف من ذهب في فئه شبانيه وفريق جامعه وهران. اول تكريم هو لاخونا من ذوي الاحتياج الخاصه وسهله بطل في رمي الجحا تحت تشجيعاتكم الحاره الذي كرم. تفضل نحيوه ايوه تفضل هنا في الوسط قدام شيخ بوحة بن زرقاء. هذا الذي كرم منذ يومين من طرف السلطات المحليه لمدينه وهران هو ميداليه ذهبيه لسنه 2020 في النادي امل وهران ونال الميداليه الذهبيه، هذا نشجعوه. هو محب كذلك وابن حي مارافان ودائم الحضور في دورات راديوات، محبوب هنا من طرف سكان حي العثمانيه، نكرموه بهذه الشهاده الشرفيه يديها له بن زرقاء وبوحة. وهذه كذلك ميدالية هذه على فوسي طيب، حيوه دائما. وكذلك كذلك هذه هدية يهديها له ثاني سيدو. تفضل اي سيدو تفضل، هذا من اعضاء جمعية راديوز يهدوها له عليه، محبوب من طرف على قاعد شدوا عليه. اي تفضل ندير صورة. اروح خونا رضا روح. السلام عليكم. هذا كذلك تحت تحياتكم خونا الفنان المعروف جبنا لوازم رياضية. تفضل رضا على السرعة. كذلك رضا يهديها له، يهدي له هذه رضا الفنان المعروف هنا في الساحة الرياضية. هذا خونا ابو سهلة من ذوي الاحتياجات الخاصة. يا خويا كل شيء مبروك، الله يهنيك والله يطول في عمرك ويخلي لك ان شاء الله يا رب. اروح تشوف ان شاء الله تفرحنا وتفرح بابك وفاميليتك واهلك وكاع. شكرا. ما تطبوا من الرياضه ان شاء الله. اروح رضا. كوتش هاي صورة تتكلم. واش تقول على التكريم تاع اليوم؟ قدم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم علي خير. على الصوت. الله على جمعية الطابيز. نقول لي المحبة والشكرة والتكريم اللي كرمنا وما سالناش. كيف تحس روحك بالتكريم هذا خصوصا هذو الرياضيين اللي جاوك اللاعبين وجمعية راديوز والشابري ذا كذلك محبوب الفنانين محبوب يعني الفن في وراء؟ غاية الله يحفظك. ربي بعد علينا هذا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حماد مجاهد. اي شد هاك شد عليه سيدو. روح رضا هذاك حمادي. رضا رضا الحمد لله. واش الدكات تما سيدو اعطيني تاع ناخذ الاعداد. لا لا كبير اقعد تنكي بعد. اذا التكريم الثاني اليوم سيدو اخر هنا سيدو جيبه انت التكريم الثاني اليوم لخونا سعدات نحيوه ابن حي مارافان محبوب من طرف كاع ولاد حي مارافان. راك مليح خويا راك مليح والله الحمد لله. هذا سعدات مسكين يعني واش نقول له، ربي يشافيه ورانا فرحانين بزاف من العائله تاعها راهي واقفه معاه. وهذا من الشباب تاعنا تاع حي مارافان اللي نحبوهم بزاف ويعني حضر معنا دورات الرياضه اللي راديوز هنايا. شناه مرض مسكين، احنا نتمنوا له الشفاء ونقولوا له كي نصحت حاجه رانا هنايا. اليوم كرموك ولاد حي مارافان، هنا راه متواجد بزرقاء رضوان والشيخ بوحة وكذلك فوسي وسيدو كاع لي بوك. يعني نتمنوا لك الشفاء. هذا مكان وعلى الشجاعه تاعك نقول لك هذا ابتلاء من عند الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله اليوم واقفين معاك الاولى العائله تاعك يعني هم واقفين معاك. وتشكرات جماعه السلك الطبي لمدينه وهران اللي كل مره يعني ما يكون مريض واقفين معاه. احنا نقول لك تحقق اي حاجه لما رانا هنا متواجدين. وبالمناسبه على الحضور تاعك وكنت دائما مشرفنا في الدورات الرياضيه هنا وكنت مناصر ضمن المناصرين يعني الاوفياء لدوره راديوز. جا الوقت وين يكرموك، هي تكريم ومن جهه اخرى تضامن معك. اول شيء نهدي لك